بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم المهندس علاء الدين. الفيديو التوضيحي والتعريفي رقم 20 من سلسلة فيديوهات VRF Definition. طبعا زي ما شرحنا ووضحنا في سلسلة الفيديوهات السابقة، انه بمنتهى البساطة جدا ان النظام الـ VRF Variable Refrigerant Flow يتكون من وحدات تكثيف خارجية وعدد متعدد من الوحدات ومختلف من الوحدات الداخلية، شبكة المواسير، الكنترول المركزي. فحبينا ان احنا نعمل نموذج هارد كوبي زي اللي واضح امامنا بشكل مبسط جدا، يوضح آلية توصيل الوحدات الخارجية بالوحدات الداخلية عن طريق شبكة المواسير وطبعا الواي برانش. فخلينا نشرح كل جزء على حدة، بس قبل ما نشرح كل جزء على حدة فاصل ونواصل. مج النادي الملكي بيديني بوزيتيف انرجي بشكل كبير جدا. طبعا ده ملوش علاقة بالموضوع، ولكن اللي انا حابب اقوله انه النادي الملكي صعد لدور الثمانية في بطولة افريقيا، الحمد لله رب العالمين، وسنظل اوفياء حتى تبتسم لنا السماء. نرجع لموضوعنا. الوحدات الخارجية، وحدات التكثيف الخارجية او الدور يونت، الوحدات نقدر نوصل 4 مديول على التوازي بسعة تبريدية 80 طن تبريد. لو نلاحظ هنا في الصورة انه المانيفولد متوصلين، الوحدات الخارجية متوصلة ببعض على التوازي عن طريق المانيفولد، وخارج بشبكة المواسير عن طريق الواي برانش نقدر نوصل عدد متعدد ومختلف من الوحدات الداخلية، عدد متعدد لغاية 80 وحدة داخلية ومختلف، ان انا اقدر اوصل اكتر من نوع واكتر من اوبشن على نظام ال VRF الخاص بينا. يعني لو نلاحظ هنا ان انا بركب على النظام 4-way tacit، floor standing، concealed unit، split unit. يعني النظام من مميزاته ان هو بيوفر في الطاقة بشكل كبير جدا. يعني على سبيل المثال لو انا عندي الوحدات الخارجية 40 طن تبريد متوصلين على 20 وحدة داخلية على سبيل المثال وليس الحصر، كل وحدة 2 طن تبريد. لو النظام عندنا على سبيل المثال كفول كاباستي كبار كونسبشن 100 امبير وانا عندي 40 وحدة داخلية، فالنظام بيشتغل بناء على الحبل التبريدي في المكان. يعني لو خمس وحدات فقط اللي شغالين 10 امبير، ان الوحدات الخارجية بيشتغل بقدرة الوحدات الداخلية فقط، وبالتالي العمر الافتراضي اطول بشكل كبير جدا. ان المكيفات عندنا كلها بتكون دي سي انفرتر، ده رقم واحد. رقم اتنين انه الوحدات الخارجية بيشتغلوا بناء على الحمل التبريدي في المكان، فده بشكل بسيط جدا الكولينج كاباستي الخاصة بالوحدات الخارجية بتشتغل بناء على الحمل التبريدي في المكان. فلو لاحظنا انه آلية توصيل الوحدات الداخلية عن طريق الواي برانش، الواي برانش ده بيكون اكوردنج على حسب الشركات المصنعة. الواي برانش بيجي بمقاسات مختلفة، بيكون ده من مخرجات او الاوتبوت الخاصة ببرنامج الـ VRF Selector. برنامج الـ VRF Selector هو بيكون الاوتبوت بتاعه الموديل نمبر الخاص بالوحدات الخارجية والموديل نمبر الخاص بالوحدات الداخلية وشبكة المواسير واكترها مع الموديل نمبر الخاص بالـ Y branch. ده بيكون according على حسب الوكالات، كل وكيل بيكون عنده VRF Selector خاص بيه، على اساس ان كل وكيل، يعني على سبيل المثال عندنا منتج جري GMV5 عنده GMV Selector اللي هو تحت منطلق الـ VRF اللي هو جري مالتي فاريابل، ده علامة تجارية خاصة بشركة جري. فطبعا الواي برانش زي ما احنا شايفين في النموذج اللي احنا عاملينه انه بهذا الشكل، تمام، وعلى حسب الاقطار اللي بيخرجها البرنامج وعلى حسب الديزاين اللي بيتم بيتوصل عن طريق شبكة المواسير على خط الديستشارج وعلى خط السكشن، وهو بيكون آلية توصيل الخط الخاص بالكبر بايب
والوحده الداخليه المين لاين والكروس لاين. فلو نلاحظ هنا كمان ان انا قبل الوحده الداخليه بنركب شاتل فالف. الشاتل فالف انه يعني في حاله وجود عطل في الوحده الداخليه وحابب ان انا اغير الوحده الداخليه بالكامل، ان انا كل الحكايه ان انا هغلق، ده طبعا نموذج وشكل للشاتل فالف، كل الحكايه ان انا هغلق الشاتل فالف واقدر اغير الوحده الداخليه تماما. ولكن انه خلينا نتفق كلنا كانجنييرنج يعني انه ما بيحصلش اعطال بشكل كبير جدا في الوحده الداخليه، ولو حصل عطل في البورده الداخليه مش هتاثر على النظام تماما، لان النظام فريون متوصل بالوحدات كلها على التوازي، فهي دوره بتتم فملهاش علاقه بالبورده على الاطلاق. لو حصل عطل في الووتر بامب برضو النظام شغال لا يتاثر على الاطلاق. هي كل المشكله وهي مش مشكله لانها تكاد تكون منعدمه الا لو بنسبه 1% حصل مشكله في الكولينج كويل الخاص بالاندور يونت. ولكن احنا بالنسبه لنا حلينا المشكله دي تماما وركبنا الشاتل فالف قبل الوحده الداخليه، لانه في نظام الفي ار اف سيلكتور احنا بنمشي بمبدا اعمل لاسوا الظروف تحصل على احسن النتائج. وبالتالي بنركب الشادو فالف تحديدا ان الكوست بتاعه مقارنه باجمالي التكلفه الخاصه بالفي ار اف سيلكتور لا تتعدى ال 1%. فالنظام بيتميز بسهوله التحكم والتشغيل نظرا ان انا بقدر اوصل عليه السنتر كنترول او الكنترول المركزي. فطبعا من مميزات النظام بشكل كبير جدا كمان انه الوحدات التكثيف الخارجيه والوحدات الداخليه والواي برانش والكنترول المركزي بنقدر نجيبهم عن طريق الجينسي ووكاله واحده. ده زائد طبعا ان شبكه المواسير بتصل ل 1000 متر، والارتفاع ما بين الوحدات الخارجيه والوحدات الداخليه 90 متر. فالنظام في ار اف فاريبل ريفريجرنت فلو بيتميز بسهوله التحكم والتشغيل بشكل كبير جدا، زائد انه العمر الافتراضي للكمبريسور بيكون اطول بشكل كبير لانه الكمبريسور عندنا دي سي انفرتر. وبالتالي نظام الـ VRF Selector أو الـ VRF Definition بشكل عام بيتميز بأن أنا أقدر أوصل زي ما وضحنا الوحدات الداخلية متعددة ومختلفة بشكل كبير جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي علاء الدين.